كيف تتأمل؟ دعنا نقسمها لك في 4 خطوات بسيطة. 1- التأمل يعني الدخول والتواصل مع عالمنا الداخلي. 2- التقنية التي سنشاركها معك هي تقنية بوذية، في لغة بالي القديمة كانت تسمى آناباناساتي. آنا تعني الشهيق، أبانا تعني الزفير، ساتي تعني أن تكون مع أو أن تراقب أو تلاحظ. يعرف أيضاً باسم تأمل التنفس أو مراقبة التنفس. 3- اجلس في مكان هادئ متربعاً وشبك أصابعك وأغمض عينيك. يمكنك القيام بهذه التقنية في أي وقت وفي أي مكان. عندما نشبك أصابعنا ونربع أرجلنا فإننا نشكل دائرة طاقة، وبالتالي نحقق مزيدا من الاستقرار. العين هي باب العقل، ويتم فقد 80% من الطاقة من خلال العينين. لذلك من المهم أن تغمض عينيك أثناء التأمل. وبالمثل نفقد 10% من الطاقة من أصابعنا و10% من أقدامنا، وبالتالي يجب أن نشبك أصابعنا ونربع أرجلنا. للتأمل يجب أن تكون في وضع مريح، في اللغة السنسكريتية يطلق عليه سوكاسانا. لا حاجة لك أن تكون في وضع متصلب للتأمل، يجب أن يكون الأمر بنفس سهولة التنفس. 4- هذه التقنية سهلة، هي مجرد مراقبة لتنفسنا، لا يوجد ترديد ترنيمات أو كلمات، لا تنفس ثقيل أو تصور عقلي. كل ما نقوم به هو مراقبة الشهيق والزفير. لا بأس أن تراودك الأفكار أثناء التأمل، وهذا شائع جدا، والفكرة هي عدم مقاومتها، مجرد الاعتراف بها وتركها. مع الممارسة ستلاحظ أن الأفكار تقل تدريجيا، وستبدأ الفجوة الزمنية بين كل فكرة وأخرى في الازدياد، مما يؤدي إلى حالة عدم وجود أفكار تدريجيا. يتعلق التأمل بعقليتك. إذا كانت لديك عقلية الأعذار فلن يحدث ذلك أبدا. يجب أن يكون لديك وضوح داخلي وعقلية طموحة، وعندها يتحقق ذلك. إذا كنت تتساءل كم من الوقت يجب عليك التأمل يوميا، إن الحد الأدنى لتأملك اليومي يكون بحساب عدد سنين عمرك، ثم تحويلها لدقائق. على سبيل المثال، إذا كان عمرك 70 عاماً، يجب أن تجلس لمدة 70 دقيقة كحد أدنى للتأمل يومياً. وبالمثل، إذا كان الشخص يبلغ من العمر 35 أو 15 عاماً، فيجب أن يجلس لمدة الحد الأدنى 35 و15 دقيقة كل يوم على التوالي. الفكرة هي أن تبدأ التأمل في أي سن تكون، لا تنتظر لعمر أو وقت معين، فالعمر والوقت المناسبان هما الآن. نحن بحاجة إلى التأمل اليوم أكثر من أي وقت مضى. دعونا نتأمل لنجعل هذا الكوكب مكانا أفضل.